سوري ان هو مفروض، انا اسفه انا قطعت كلام، بس سوري يا دكتور، مفروض ان لون البلغم بيبقى لونه يا ابيض يا شفاف صح؟ لكن مجرد انه حصل تغيير ده كده يبقى فيه مشكلة صح؟ بنسبة كبيرة الكلام ده صح، يعني الطبيعي ان انا ما بطلعش بلغم، والبلغم بتاعي اساسا الطبيعي هو افرازات انا ما احسهاش، هي عملية شغالة على طول بتطلع زيها زي الريق، يعني بتطهر شوية وبتجدد البطانة بتاعة الجهاز التنفسي، وفي زي هدبيات كده بتزقها وتطلع وانا ببلعها، والموضوع بيبقى بسيط غير محسوس. ولكن لما بيبقى في استثارة للبطانة وللخلايا اللي بتطلع الغشاء المخاطي او بتطلع المخاط جوه الجهاز التنفسي نتيجة التهاب، نتيجة تهيب، نتيجة ميكروب، تبتدي تطلع افرازات. الافرازات دي يعني لما بيكون الوضع ما فيهوش فيه بكتيريا بيبقى غالبا ابيض او شفاف، ولكن لما بيخش بكتيريا على الخط بتبتدي بقى تصفر وتخضر، ممكن تشوفي منها برتقاني، وممكن تلاقي فيها دم لو في اصابات، يعني اتجرحت البطانه جوه والشعيرات الدمويه طلعت شويه دم. شويه دم. طب احنا قلنا كده اسباب النزلات الشعبيه او التهاب الرئوي، وقلنا يا اما فيروس يا اما ميكروب يا اما بكتيريا دخلت جوه جسمنا وهي اللي ادت لده. طب الاعراض بقى يا دكتور، يا ترى الاعراض بتختلف من شخص لاخر؟ يعني في ناس تيجي تقول لك انا ابني وهو نايم بسمع تزييقه، بسمع نفسه وهو داخل وهو خارج، ده كده دي من ضمن الاعراض ولا الاعراض تبقى كحه ولا بتبقى ايه بالظبط؟ تمام. طيب خلينا نتكلم ان الاعراض بتبقى حسب احنا وصلنا لغايه فين. يعني مثلا لو انا زوري بس هو اللي ملتهب هتلاقيني اقول لك انا عندي شكشكه في زوري، ولو الشكشكه زادت وبقت الم اقول لك لا انا عندي الم جامد. لو الموضوع وصل ان لا ممكن لا ده بقى مزعج قوي تلاقيني مثلا بكح كحه سطحيه من ناحيه الزور او الحلقه او كده. لكن لو وصل لنا مثلا للانف والجيوب الانفيه هتلاقيني برشح بطلع ميه من مناخيري، وممكن المخاط ينزل لورا ويقول لك انا في حاجات كده ورا بتقع ورا ببلعها او بقدر ان انا اطلعها. لو الموضوع وصل لغايه تحت شويه ممكن مكح كحه جامده واحس ان البلغم طالع من جوه. لو الاعراض المصاحبه ان الفيروس نفسه ممكن يكون هو عامل لي تكسير في الجسم، اعراض بقى خارج الجهاز التنفسي، حراره. لو البكتيريا مثلا او الالتهاب الرئوي اللي حصل بفيروس او بكتيريا وصل للمنطقه بتاعت اللي هي الدم بقى والحويصلات الهوائيه والتواصل القريب من الشعيرات الدمويه وكده، هتلاقي ان انا جسمي مكسر اكتر وان انا همدان اكتر وحرارتي يعني بقت بترتفع اكتر والاكسجين ممكن يقل، وممكن احس بقى لا ده انا بنهج مش قادر اخد نفسي خلاص. ممكن بقى نبتدي نتكلم في ان احنا عاوزين بقى نروح مستشفى او رعايه مركزه او حاجه زي كده خلاص. فحسب انا استفزيت فين، اني مستقبلات عندي اللي استفزت، وهل هي في موضعها بس ولا في حتت راحت في الدم وابتدت تاثر على الجسم، بحاسس جسمه مكسر يقول لك انا حاسس ان جسمي عضلاتي وجعاني وجسمي ركبي والحاجات دي كلها، دي نتيجه يعني في مواد كيميائيه بتطلعها البكتيريا او احيانا الفيروس او الجسم بيطلعها فتمشي في الدم، وتلاقي بقى ضربات قلبي زياده، جسمي مهمد مش راضي اكل، نفسي شهيتي مش حلوه، او اجهزه في الجسم حتى الجهاز الهضمي ممكن يبقى مش شغال كويس ساعتها، او تلاقيني مغص او اسهال او ترجيع حتى بسبب المواد اللي طلعت ديت. يعني كده دكتور معناها ان في اشخاص تيجي تقول لك انا للاسف الشديد كان عندي دور برد شديد وفعلا فضلت الكحه مستمريه معايا، يعني استمرارها دوت كده يبقى في حاجه مزمنه وهتقلب لحاجه مزمنه. او مثلا امهات كتير جدا بتشتكي في وقت الدراسه انا ابني طول السنه عنده ادوار برد ولما بيخف منها تفضل الكحة مستمرة، كده يبقى حصلت له مشكلة في الرئة، يعني كده الرئة اتأثرت وهيبقى كده عنده مرض مزمن في الرئة ولا كده ايه؟ ممتاز. طيب خلينا نقول حاجات، اللي هو عنده مرض اساسا مزمن او مش لازم يبقى مزمن حي يعني هيفضل عايش بيه يعني مطول شوية، زي واحد عنده التهاب مزمن في الجيوب الانفية وده بيبقى موجود مثلا في الطفل اللي عنده لحمية ولسه ما تعالجتش او بتكبر كتير او كده، تلاقيه على طول الجيوب الانفيه التصريف بتاعها زي ما قلنا كده دايما في سوائل ماشيه دون ان نشعر وبتترجع نملحها ومفيش مشاكل. بس لما بتكون مثلا الجيوب الانفيه الطريق بتاع السوائل دي مضغوط عليه شويه او معطل باللحميه، اللحميه دي تبقى موجوده في يعني كان في البق من جوه فوق شويه ورا خالص فوق شويه، فالجيوب الانفيه وهي بترجع الحاجه لورا بتبقى مسدوده شويه، فبيفضل الطفل عنده التهاب مزمن في الجيوب الانفيه. فلما يجي له دور برد هو يجي هيلاقي الجيوب الانفيه اساسا متضايقه، فهو يزود الموضوع دوت، ولما يجي يخرج منه ويخف
هيبقى بقى لا الالتهاب يعني مطول وكبير وكده، فياخد وقته شويه، وده يخليه الموضوع سهل ان هو يتكرر تاني لان المشكله لسه موجوده زي اللحميه خلاص، ويخليه الخروج منه او التعافي منه يبقى بطيء شويه، ويقول لك الكحه مطوله. ده بالنسبه للطفل شبه كده اللي عنده حساسيه في الصدر اساسا خلاص. فالشعب الهوائيه على طول فيها التهاب وانقباضات، ويمكن ده اللي ممكن والده ووالدته بيقول لك احنا بنسمع صدره بيزيق او كده وهو نايم او بسمع النفس. فلما بيجي له الالتهاب بيجي برضه بيبقى شد شويه، ولما بيجي يخرج بيخرج بيبقى يطول شويه. لكن هل البرد نفسه ممكن يعمل حساسيه؟ يعني ده احتمال قليل قوي، ان انا مثلا جالي نزله شعبيه وطلعت منها بحاجه مزمنه بتبقى صعبه شويه. لكن لو انا جالي التهابات متكرره او ما اتعالجتش كويس ممكن تعمل لي خلل في البطانه اللي جوه، زي ما قلنا كده الهدبيات اللي بتتحرك السائل السليم العادي اللي بيطلع، ويبتدي يحصل تراكم للافرازات وتكرار لفرصه الالتهابات، ونسمع ان في مشاكل تانيه. فدوت مثلا تفسير ليه انا الموضوع بيجي متكرر او بيطول. طيب في ناس تانيه الموضوع بيبقى بسيط شويه، ان هو عنده ارتجاع او التهاب في المعده وارتجاع في المريء، فبيبقى هو لما بيجيله الفيروس او البكتيريا او كده هو بلع البلغم، وهو الفيروس ضايق المعده والموضوع زاد شويه وخد ادويه، والادويه ضايقت المعده اكتر، فلما بيجي هو يخف ممكن تكون لسه العصاره بتاعه المعده بترجع له، وارتجاع في المريء نشيط شويه. فده بيخليه شويه يحس بكحه بعديها، ويكون ساعتها الدور مش بيبقى هو السبب الرئيسي، يعني الصدر خلاص خف. تمام، يعني دي الى الملخص كده الممكن من الاسباب. يعني اصل كتير يا دكتور يقول لك، يعني طبعا احنا كورونا علمتنا حاجات كتير قوي وطلعت بحاجات كتير قوي، اولها حاجات في العظام، وتاني حاجه حاجات في الصدر، وده الاشهر عشان هي كانت اوريدي بتضرب الرئه وبتعمل مشاكل في الرئه. ناس كتير يا دكتور تقول لك انا من بعد كورونا وانا بقيت اي حاجه لدرجه اي روائح بسيطه بقت بتاثر فيا، اي حاجه ما بقتش صدري اقدر اخد نفسي زي الاول زي الطبيعي. دي بقى قلبت كده بمشكله وحاجه كبيره في الصدر، وبقت هي دي حاجه مزمنه في الرئه ولا لا؟ اغلب الظن يعني مفيش حد يعني، او نسبه قليله قوي من الناس اللي بقى عندها مشاكل مطوله وبقى في تليفات على الرئه او اصابات في الرئه خلاص. احنا معظم الناس دلوقتي تقريبا يعني نسبه ممكن تكون 95% نسبه مجازيه، لا مفيش حاجه. لكن اللي بيحصل ان انا يعني الضغط النفسي اللي حصل والاهتمام الكبير والقلق والخوف والمساحه الاعلاميه الكبيره والمساحه الاجتماعيه اللي خدتها كورونا خلتنا نعتبر ان انها حدث هام جدا، وهو فعلا كان حدث هام، وحياتنا قبله غير بعده. هو اي نعم ليه تغيرات، والسوشيال ميديا والحاجات اللي هي الاجتماعات الاونلاين يعني خدت مكان، وناس بقت بتفكر بطريقه تانية في الـ في الـ في الاقتصاد وكلام من ده، وفي الصحه وفي التطعيم وكده، لكنها يعني ما سابتش الاثر الكبير قوي على الصدر بشكل خاص والجسم بشكل عام.